أورو. عندك هذا كبير، حتى هو واحد الموديل خطير ولكن ثقيل، هذا كيدير 5000 درهم حتى هو، ولكن شي حاجة ممتازة. هذا خاتم واحد، بارك عليك. عندك سرت لا شاني العفاك. لا اختي زينب الو لا سرت لا شاني ما عنديش. لا عطيك اختي اختي جميلة. هذا كيدير 5000 درهم، 500 الاورو. هذا كبير. المهم هذا كلهم سكرانيو عندكم بالنسبة لي، بغيت شي حاجة في هادو سكرانيو عندك. هاد لا وكاين هذا انزلكم حتى هو، هذا الثمن ديالو كيدير 3800 درهم. هذا هو الرخيص فيهم، 3800 درهم في هاد الكبار. لا الميزات مازال اختي، الميزات يلا غنبداو ان شاء الله في الميزات. لا مازال هذا قياس كبير، هذا قياس كبير. الميزات دابا نوريكم الميزات. هذا الثمن ديالو قلنا 3800 درهم، 380 الاورو. المهم هادو اللي جبنا اليوم جداد حنا وريناهم لكم. هاد لي باك كلش جبناهم اليوم، هما لي مارياج وداك. المهم هاد السلعه كلها يلا جبتها قبل ما نحطها في الفيترينا. نتوما كنوريو لكم قبل ما نحطها في لاباج في الانستغرام وفي الفيسبوك، نتوما كنوريو لكم الناس ديال اللايف هما الاولين. وشوفوا الجديد وشوفوا اخر ما كاين دابا في خواتم. بالنسبه حيت هاد الخواتم هادو نشرح لكم، هاد الخواتم حيت بزاف الناس ولات كتهرب من الحجر، كاين اللي كتقول لك لا الخاتم كيطيح لي الحجر. دابا تبارك الله الناس المغاربه فكروا وداروا الديزاينون ديالهم وبدعوا وحيدوا الحجر وداروا موديلات سامبل ودايرين الذهب الابيض. بحال دابا الابيض هذا اللي دايرين، هذا الابيض هذا كيكون الابيض دوريجين، الاحمر ديالو تيكون دوريجين، ماشي هذاك اللي مسبوغ، ماشي اللي مرودي. حنا كنتسمى الروديج. بحال دابا هذا ما عمر كيتحيد لك الابيض والاحمر، هادو درناهم بالذهب الابيض وبالذهب الاحمر. وهادو كاين اللي فيهم بالحجر، كاين اللي كتبغي الحجر بحال هكا، وهذا السامبل، هادو كلهم سامبل. المهم دايرين ميلونج شويه الحجر وشويه البيض. بحال دابا هذا ما فيهش، ها هو ما فيهش الحجر، ما فيهش الحجر، كله سامبل. هذا فيه الابيض، هذا فيه البرونز، وهذا فيه الابيض كاختي. ولكن كتلبس الخاتم كيجي زوين في اليد. هادو كاين حتى البراسيت ديالهم، هادو البراسيت ديالهم حتى هما راه كاينين. المهم الجديد وريناه لكم اليوم، غندوزو ان شاء الله للميزات. هاكم احمد هادو ندوز لكم واحد دقيقه ديال، عطيني الطابلو ديال الديامو. كاين واحد ديامو جداد، نوريكم ديامو في جديد. ندوز لكم غير واحد الطله، هادو في ديامو في جديد ماشي في الهميزات. هذا جديد، هو هذا فيه لونسومبل، فيه لاباك، فيه لي بوكل، فيه بوندونتيف. هذا لونسومبل كامل في البرونز، جولد روز، هذا ماشي صفر. هذا ديامو في جديد. كاين عندنا لي باك في جديد حتى هما بحال هكا، راه كاينين بالنسبه اللي كتبغي الموديلات ديال جديد في لي باك، راه عندنا في ديامو بالسيرتيفيكا ديالهم بكلشي ديالهم. والاثمنه مناسبه في الثمن، غتلقايهم في بلاصه اخرى بالثمن، عند اوداد غتلقاهم بالثمن مزيان. هاد لي باكيت اللي خارجين دابا جداد هما هادو لي باك اللي خارجين، هادو كلهم ذهب ابيض ديامو بالسيرتيفيكا ديالهم بكلشي ديالو جداد. الثمن ديالهم بحال دابا هذا الثمن ديالو كيتقام بهذا 13000 درهم، 13000 درهم باش كيتقام. عندك هذا كيتقام ب 11000 درهم، 1100 الاورو. هادو جديد كلهم، هاد الخدمه ديال الطاليان، هادو خدمه ديال برا بالسيرتيفيكا ديالهم بكلشي ديالهم. لي باغيت اللي خارجين دابا هما هادو جداد. كاين هذا كيدير 10000 درهم، 10000 درهم 1000 اورو. هادو عندي فيهم بزاف ديال الموديلات بالنسبه للديامو في الجديد، راه كاينين الموديلات، كاين زعما الوشوا، كاين فين تعزل بالنسبه اللي كتبغي هوم، راه كنديروهم طبيعه الحال. وكاينين في الديامو في الميزات دوزيام مان، دابا كاين جديد وكاين دوزيام مان. كيما عندنا الذهب جديد وكاين دوزيام مان، حتى هما راه كيما الديامو، عندنا جديد وعندنا مستعمل. وكناخذوا شي وحده عندها شي باك بغات تبيعو ديال الديامو، ولا عندها شي بوكال لي كولي، اي حاجه بغات تاخذو حنا كناخذوهم. هاكم احمد هادو. المهم هادو عندنا فيهم الديامو، ما عندنا فيهم كامل الطابله ديال الجداد ديال الديامو بالنسبه لي بغاتهم، هما كاينين موجودين. دابا ندوزو ان شاء الله للميزات. محمد ديك الميزات كاين واحد هكا ديال الروزاس، لاباك ديال الديامو في الروزاس، هادو تا هما كاينين في الروزاس. هادو كاين واحد الكورميطات هادو ديال الفان كليف، هادو كاين هادو في الابيض، كاين هادو، هادو الموديلات كلهم ديال في الموديلات ديال هادو. ندوز لكم غير هادو بالنسبه اللي بغات من بعد تواصل معنا فيهم.
عطينا الثور ديال الميزات. عطيني شكون يا عزيز؟ هذا كاين هادو كلهم في الموديلات الجداد. الله هما هادو كاين عندنا بالنسبه اللي بغاهم هما كاينين موجودين. ديري اللايف البنات ما تنساوش تبارطاجيو، ما تنساوش تبارطاجيو، يلاه نكتب بارطاجيو معنا ان شاء الله. ودخلوا عندكم الفان كليف في الكحل، كاين في الكحل في الابيض في اي لون اختي بغيتيه، ماشي مشكل. يا تستر ما عرفتش اختي من حنان لقنا درت بونونتيف اش من نوع ما عرفتش الحجر. والله ما عرفت اختي علاش كتهضري، ما عرفتكش باي، ما عرفتش علاش كتهضري. كاين منظم ديال الذهب، كاين السماطي ديال 10 مليون 15 10 8 ماشي مشكل، حتى هما غندوزهم ان شاء الله. هاك محمد انصامبل ديامو بشحال اللي بغى شي حاجه في الديامو هادو، حيت ما درتش ما عقلتش على الثمن ديالهم، حيت غير وريتهم لكم. بالنسبه اللي بغات شي حاجه تواصل معنا فيهم ماشي مشكل. الكراميطه ديال الخريشات في الميزات، لا لا سو كاينه ما كاينينش في دابا، غندوز لكم الميزات اللي عندنا، الميزات اللي كاينين اليوم نبداو فيهم ان شاء الله. كاينه هذه، كاينه في الميزه هذه زوينه هذه. ها هي اختي شكون اللي قالت لينا هذيك في الميزات؟ الكرميط ديال الخريشات كاينه هذه في الميزات، اناناسا هذه اللي كيقولها ديال اناناسا، وفيها الكرميط ديال الخريشات هذه كاينه في الميزات. الثمن ديال هذه راه 2850 درهم، ها هي 2850 درهم هذه ديال اناناسا كرميط، وهنا بالقشيوشات دايره 2850 درهم 285 اورو. هذه في الميزات راه باقا جديده باقا نقيه، 2850 درهم 285 اورو. هذه كاينه في الميزات، شوف لي هذا فهمت دير لي فشي. كاين واحد الكرميط بلديه زوينه فيها حجره خضراء وفيها صنصله الشوبار، الثمن ديالها حتى هي في الميزات 3200 درهم 320 اورو، 3200 درهم 320 الاورو، فيها 7.60 راه باقا نقيه، فيها الشوبار صحيحه وفيها حجره خضراء الوسط وفيها تخرام، مهم باقا نقيه باقا جديده 3200 درهم 310 اورو. كاين واحد كاين واحد الكرميطه ديال الفراشات هي زوينه، هاد الكرميطه ديال الفراشه باقا نقيه حتى هي، الثمن ديالها دايره 1900 درهم 190 الاورو 38 الف ريال، فيها 4.2 غرام، الشوبار هي صحيحه ديالها، الشوبار فيها غليظه ماشي رقيقه، دايره 1900 درهم 38 الف ريال 190 اورو. كاين واحد الكلو في البرونز هذا كيدير 6700 درهم فيه 14.8 غرام، ولكن راه قياس صغير، القياس ديالو 5 اونص بالنسبه لهذا 5 اونص. بغيت شي سلسلة تكون في الهميزات، سلسلة وقتا داكشي اللي في الهميزات كامل غادي نوريه لكم ان شاء الله. هذا كيدير 6700 درهم 670 الاورو. هذوك اللي عندكم محمد تعطيهم لي في الهميزات، 6700 درهم 670 الاورو بالنسبة لهاد الكلو هذا 6700 درهم. كاين واحد لونسومبل زوين، واحد لونسومبل فيه الحلقات فيه الوريدة زوينة، هذا كيدير 1500 درهم 1500 درهم 150 اورو، في الحلقات فيه لاباك وفيه بوندونتيف، هذا كيدير 150 اورو 30000 ريال، تعليقه مهم لونسومبل كامل ب 30000 ريال، تعليقه والحلقات والخاتم ديالو داير 1900 درهم. كاين واحد الحلقه تاهما زوينين ديال رافينيتي باقيين جداد، ها هما الثمن ديالهم كدير 3850 درهم 385 اورو 3850 درهم، هادو باقيين جداد، خداتهم عندي السيده بشي 5000 درهم واقيلا. هذا كدير قلنا 3850 درهم 385 اورو، هادو باقيين نقيين. نشوف السلسله ديالهم، خداتهم عندي في جداد وعاود بعتهم ليا، ودابا درتهم في الميزات. هذا بامكاني نديرهم في جديد ديال رافينيتي، ولكن اللهم في الميزات اللي بغات تستافد فيهم هما كاينين 3850 درهم. كاين واحد الخاتم خطير، واحد الخاتم واعر البنات، واحد الخاتم، واحد الخاتم اللي كتبغى هاد الخاتم داكشي الكبير كيدير 1400 شحال 5400 درهم فيه 12 غرام 5400 درهم 540 اورو،
540 اورو بالنسبه لهذا الخاتم هذا 540 اورو 108000 ريال 5400 درهم بالنسبه لهادو ديال هدف الهميزات. كاين واحد البراسي ديال الطروادي حتى هو باقي جديد باقي نقي عافاك. هذاك لونسومبل اللي دوزتي دابا هذاك لونسومبل اختي اللي دوزت دابا هو هذا ها هو ديال 1500 درهم ها هو. لاختي في الهميزات ما كنقصوش الهميزات جديد نقص لك ونتصرف معاك الهميزات فيهم غير اللي عندنا كاش تخلص. هذا 1500 درهم هذا خفي رخيص هذا كيدير 1500 درهم 30000 ريال 150 اورو تعليقه تنقلبها 150 اورو 30000 ريال. هذا لونسومبل بالنسبه اللي بغاته هو كاين هذا البراسي ديال الطروادي هذا هو باقي جديد حتى هو الثمن ديالو كيدير 5100 درهم 520 اورو 510 اورو هذا باقي جديد حتى هو باقي نقي باقي جيتي معطله احنا باقيين كاينين غير خذي راحتك ما دخلتي ما تنسيش بارطاجي ايوا صحاباتك ما تبارطاجاوكش كون بارطاجاو كون دخلتي 5100 درهم 510 اورو كاين شنو الدخل مازال عندنا واحد الحلقات ديال البارافور الثمن ديالهم 1200 درهم شحال هاد الحلقات هادو ديروا 1200 درهم 24000 ريال ديال البارابور بالنسبه فيهم هاد السداده القديمه بالنسبه اللي بغات اللي كتبغى السداده هادي هذا كدير 1200 درهم 120 اورو بغات تشري لوالدها شي كادو ديالها اللي بغات تشري لامها شي كادو حيت بزاف ناس كيديروا الناس كبار 1200 درهم 24000 ريال. كاين واحد السلسله ولكن هذيك تجي طويله في العمق هاد السلسله هذه كتجي طويله الثمن ديالها بحال الكورميت ولكن كتجي طويله هذه كدير 10150 درهم 10150 درهم 1015 اورو مليون و3000 ريال. هذه الميزان ديالها فيها 22 غرام اونص بالنسبه اللي كتبغي هذه هذا الموديل هذا هذا الشكل هذا ديال برا هذا ديال 750 ديال برا كدير 10150 درهم 22 غرام اونص هذه هي في الميزه ديال اليوم. كاين واحد البراسي ديال مشرابي ها هو ولكن قياس كبير هذا شحال هذا راه حنا في الجروب راه شحال واحد شافو ولكن راه جاهم كبير بالنسبه اللي عندها قياس كبير كيدير 4250 درهم 425 اورو ولكن راه قياس ديالو هو راه طر ماشي هذاك اللي مسدود كيتلبس بحال هكا فيكسيبل ولكن بالنسبه كيتلبس بهذه الطريقه هذه ولكن الدوره كبيره انا راه جاني كبير هذا كيدير 5000 و 150 5000 لا 4250 درهم 85000 ريال 425 اورو. هذا في الهميزات الا كان شي وحده عندها قياس كبير ولكن هو كيتجمع شويه بالنسبه لهذا راه كيتجمع شي هذا كيتجمع بحال هكا يقدر تجمعي شويه بحال هذا فيست عطيني مستر مستر علي نعطيكم القياس ديالو هو القياس ديالو فيه 6.2 6.2 بالنسبه للقياس 6.2 ولكن الا بغيتي تجمعي شويه راه كيتجمع شويه حتى تقريبا ممكن دير فيه الا بغيتي تجمعو كيبقى فيه تقريبا حتى 5 اونص 5 اونص الا جمعت تجمع بحال هكا غيجيك 5 اونص دابا حيت هذا كيتجمع هو ماشي هذاك اللي مسودي زعما هذا 4250 درهم يلا ان شاء الله هذاك لونسومبل خاتمه كبير لا خاتمه هذا صغير اختي بالنسبه لهذا خاتمه صغير ولكن راه كيتزاد خاتم صغير هذا فيه بالنسبه لهذا خاتم فيه صغير ماشي كبير. كاينه واحد البوندونتيف ديال واحد البوندونتيف ديال الجاكوا ديال الروزا بوندونتيف فيها روزا حره غير تعليقه بوحده الروزا حره ها هي كدير الثمن ديالها 3000 درهم 300 اورو 60000 ريال هي من اللور ديالها راه مغلفه وهذه كلها بالروزه حره هذا كدير 3000 درهم 60000 ريال 300 اورو 300 اورو هذه التعليقه في الهميزات 300 اورو 60000 ريال 3000 درهم هادو في الهميزات. كاين واحد البراسلي زوين ديال الشانيل اللي كتبغى هذا الموديل ديال الشانيل هذا واعر هذا البراسلي خطير هذا كيدير 6500 درهم
القياس ديالو القياس ديالو راه قياس فيه 6 اونص هذا قياس كبير اللي عنده قياس 6 اونص هاد البراستي زوين ها هو راه ديال برا هذا ماشي ديال هنا هاد الخدمه هادي ما عمرك تشوف فيها هنا هذا الثمن ديالو كيدير 6500 درهم 650 اورو 130 الف ريال 6500 درهم 6500 درهم 650 اورو ها هو 130 الف ريال بالنسبه لهاد البراستي ديال شانيل القياس ديالو راه قلت لكم القياس ديالو راه فيه 6 اونص الدور ديالو 6 اونص راه قياس كبير بالنسبه لهذا راه فيه قياس كبير عندنا واحد الخاتم ديال هذا زوين واحد الخاتم البنات ديال الجاكوار الثمن ديالو كيدير 2500 درهم 250 اورو كان عندنا لونسومبل دي السيده دات التعليق دات السلسله ودات الكورميت وبقى الخاتم هي عفايد عندها الخاتم بالنسبه اللي بغات ام محمد اختي جيت معطله مرحبا الثمن ديالو كيدير 2500 درهم 250 الاورو 50 الف ريال هذا حتى هو في الهميزات كاين هذا ديال الفراشه حتى هو في الهميزات الثمن ديالو كيدير 2500 درهم حتى هو 250 الاورو 50 الف ريال عزيزه اختي كنتواجدوا في مدينه الدار البيضاء في قصيره المنجره في شارع الفيداء رقم 51 كاين هذا ديال الخاتم ديال الكلو حتى هو في الهميزات ولكن راه فيه 6 غرام فاصلة جوج 2700 درهم 270 الاورو تا هو ثقيل هذا ماشي خفيف ثمن القياس ديالو راه فيه جوج القياس ديالو فيه جوج المحل كنتواجدوا في المحل ديالنا في قصيره المنجره في شارع الفيداء رقم 51 سنه اختي لا الخاتم ديال الانصوم ديال 1500 لا خاتم صغير صغير القياس ديالو لا ماشي كبير هاد الخاتم كيدير 2700 درهم 270 اورو 54 الف ريال الدوره ديالو جوج كاين هاد البراسي هذا ديال البيض كيدير 4000 درهم 400 الاورو مليون الفرنك 10000 درهم قلت لك مليون الفرنك 4000 درهم 400 الاورو هذا في البيض بالنسبه اللي كتبغي البيض كنتواجدوا في مدينه الدار البيضاء في قصيره المنجره في شارع الفيداء رقم 51 الجاكوار الجاكوار انا ارى انا ولا كيدخل في الصباح قياس تقريبا 61 هاكا كورمي تاناناس هاكا وكاين واحد النصاص كاين هاد النصاص هادو كيدير 90000 ريال حتى هما في الميزات 4500 درهم الخاتم براسلي فيس البيض القياس البراسي اختي ديالو البراسي ديالو 6 هذا البراسي البيض 6 الدوره ديالو 6 بالنسبه لشي وحده غير جهه راه 6 كاين هذا وكاين الكلو في الغوز الكلو راه القياس ديالو 5 اونص 5 اونص بالنسبه للكلو 5 اونص الفيس 6 قياس ديالهم كاين هذا لونسومبل هذا كيدير 7500 درهم 750 الاورو 150 الف ريال حتى هو في الهميزات 150 الف ريال كاين واحد ثلاثه البراسليات حتى هما في الهميزات ها هما زوين واحد البراسليات البنات زوينين ورخاص الثمن ديالهم كيديروا 8400 درهم.